من بين ركام اليأس والخراب يظهر الأمل. مشكلة النزوح، من هنا فكرة إنشاء مكتب يهتم بهذا الجانب الإنساني المتأزم، هو مكتب الرعاية الصحية. من مخيم إلى مخيم. فمؤسسة الخنجر تعتبر من المؤسسات الأولى والرائدة في هذا المجال. من حملة إلى حملة. سوف نمضي من أجل مساعدة أهلنا مهما وضعوا من مطبات أمامنا. مكتب الرعاية الصحية للمشروع العربي، عالجنا أكثر من 1,000,000 مريض في كردستان.